ولكن هيهات حنا كل واحد كيجي كل الفول كيجي كيقول ندوز لفولتي ونمشي لحالتي. البلاد كتمر بازمه كبيره والصحه كتمر بازمه كبر. هادشي كله خلاه السيد المدير ومشى كيبني البيسين في دارو سكن وظيفي. اذا تحيه طيبه للمتابعين قناه شفتي من خلال المباشر. حنا في المستشفى الاقليمي باقليم شيشاوه او مدينه شيشاوه تبع الاقليم شيشاوه. المجموعه ديال الاطر الطبيه والتمريضيه هنا في وقفه احتجاجيه ضد المدير الاقليمي للمستشفى الاقليمي بشيشاوه. مطالبه مجموعه ديال المطالب كما تشوفوا من خلال هذه المباشر المتتبعين. يعني هل انتم اداره العصابه من بين الشعارات للتسيير لا للتسيير العشوائي بالاضافه اش من اداره هذه كبير بالعلالي بالله تحت احسن وصول الكفاح. يعني المدير ارحل مجموعه ديال الشعارات اللي تم رفعها الان امام هنا بالمستشفى الاقليمي لشيشاوه للمطالبه هذه الاطر الطبيه والتمريضيه في هذا الاطار. يعني في المرحله ديال المواجهه ديال كورونا فيروس كورونا والتحديات اللي كيواجهوا هذه الاطر الطبيه والتمريضيه. والان هما الان في وقف احتجاجي المطالب مجموعه ديال المطالب. يعني معنا لا الوكيل الملك ما كيتعيطش على الناس اللي الغيابات ديالهم كيتعيطوا. يعني معنا الشريف اللي هو من الاطر الطبيه تفضل حنا الله يخليك حنا وسبب الوقفه اليوم ديالكم دائما غائبه. الوقفه والسلام عليكم من عند الكاتب الجهوي للجامعه الوطنيه للصحه منضويه تحت الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. الوقفه اليوم جات استجابه لعده مراسلات اللي هي راسلنا فيها الاداره اقليميا وجهويا وما ما 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 تجاوبش عليها الانتظارات اللي كنا تنتظروا حنا كنقابه وكمواطنين في اقليم شيشاوه. لهذا اليوم الوقفه جات لتعطي انذار لاصلاح الاخطاء اللي تعيشها هذا المستشفى. لهذا اليوم حنا هنايا هذه الوقفه ان شاء الله ما هي الا وقفه الاولى لوقفات واحتجاجات اللي هي ان شاء الله غادي تكون في الايام المقبله. يعني هل الاختلالات وهذه المشاكل تعيش المستشفى؟ وهي عده مشاكل كاينه في قسم الولاده اللي الاخت الكاتبه الاقليميه نوى القرمح كاينين مراسلات في هذا الباب هذا يمكن تطلعوا عليها عندها لانه اللي تعيشها هذا المستشفى. كاينين اقسام اخرى هي تعيش نفس المشاكل ولكن قسم الولاده هو النقطة التي أفاضت الكأس. فتنتمناو أنه من هذه الإدارة باش أنه تستجب لهذه الوقفة الاحتجاجية وتنصت النداءات ديال الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت الاتحاد العام وتوقف بجانب المواطن الساكنة ديال هذا إقليم شيشاوة لأنه تستحق منا كلنا. وفي ظل هذه الظروف ديال الطوارئ الصحية حنا انه المغرب عارف مشاكل كبيره في القطاع ديال الصحه وعرى بزاف ديال المشاكل في قطاع الصحه. واقليم شيشاوه ما هو الا جزء من هاد المشاكل اللي عرات هاد الجائحه في المغرب وفي العالم كله. اذن هناك اختلالات كبيره تعيشها مستشفى الاقليمي مستشفى شيشاوه. تنتمناو انه يوصل النداء ديالنا وهذه الوقفه ديالنا للمسؤولين مركزيا لانه حنا راسلناهم اقليميا وجهويا فلم نصل الى حل. لهذا تنتمنى من الاداره المركزيه انها تجي باش توقف على هذه الاختلالات وتنتمنى انه باش نكون الاتحاد العام للجامعه الوطنيه للصحه انه تكون عندها السبق باش ان شاء الله حنا هذا مستشفى ديالنا ديال السكينة ديال شيشاوة باش تستافد من العلاجات ديالها في أحسن الظروف إن شاء الله. شكرا شكرا لك سيدي. يعني كما تشوفوا هذه المجموعة ديال المشاكل اللي تعيشوها الأطر الطبية والتمريضية داخل المستشفى الآن. معنا إطار طبي الذي تحكي لنا شنو المشاكل اللي تعيشوها الأطر الطبية والتمريضية بالمستشفى الإقليمي بشيشاوة. السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا بزاف لانكم جيتوا حضرتوا معنا لهاد الوقفه اللي هي وقفه احتجاجيه كنددوا بها تصرفات ديال السيد المدير بسوء التسيير ديال السيد المدير بسوء التدبير ديال السيد المدير. السيد المدير الاحزاب السياسيه كلها اجتمعات
وقالت بان واد السيد التسيير ديالو ماشي هو هذاك التسيير ديالو عنده سوء التسيير سوء التدبير الا انه هذا السيد ما تيعترف حتى واحد وراه قدامكم البيان ديال الاحزاب ثاني هذا السيد ما داير بحساب احزاب سياسيه ما داير بحساب سلطات محليه ما داير بحساب عمالة ما داير بحساب الرؤساء ديالو كيفاش كنتسناو منو يدير بحساب الاطر الصحيه هاد السيد غادي في الاضطهاد 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 الاطر المحاباه الاطر على اطر اخرى الشيء اللي كيخلق واحد النوع من الاحتقان ومن الحقد بالاطر علاش انا نجي نخدم ونتخلص بحالي بحال واحد ما خدامش عام ونص كيفاش يعني واحد خدام واحد ما خدامش ما كيجيش كيحط شواهد طبيه شواهد طبيه اللي ما كتوصلش بها الوزاره يعني شحال تقريبا ديال الاطر الطبيه اللي ما تتحضرش مريضه اطر صحيه ما نقولوش اطر طبيه لانه فيهم الاطباء وفيهم الممرضين فيهم وما نقدروش نعطيو تفصيل هذا الشيء كاين في الكاميرات عند السيد المدير راه معمر السبيطار كاميرات يورينا الناس اللي كيجيو من 8 ل 4 ويفسر لينا شنو هي الحاجه ديالنا القوافل الطبيه كون كان الناس يجيو يخدموا خدمتهم داكوغ وهذا السيد المدير جينا نحتاجو على الوزاره السبيطار ما عندوش باش يخدم السبيطار ما عندوش باش يعقم السبيطار ما عندوش باش يداوي المرضى والسيد المدير كيبني لابيسين في دارو وكيدي طبالي ديال وزاره الصحه اللي بلونجون فيهم ولادو هاد الشي راه عيانه هاد التبذير ديال المال العام وهاد استغلال الملك العام راه كثير علينا نعم بغينا نسولك واش كاين شي مراسلات في هذا الاطار راسلنا السيد العامل وراسلنا السيد المندوب وراسلنا السيده المديره الجهويه وراسلنا السيد وزير الصحه وراسلنا السيد المفتش الجهوي والسيد المفيد المفتش العام كاين شي تجاوبات لما كاين شي تجاوبات من بعد ما تعلنات الوقفه بداو انواع من الحوار حنا كنتسناو نتمناو من الله يتسناو سقف المطالب ديالكم بالخصوص سقف المطالب ديالنا هما الناس يكونوا بحال بحال يتساووا في المعامله كنطالبوا بهذا المدير يمشي بحاله لانه هذا المدير وصل الاطر الصحيه لواحد المستوى ديال البيرن اوت هاد الناس ما بقاوش قدروا يعطيو لانه تحقروا بزاف وخدموا كثر من طاقتهم واش كاين الريسك بالنسبه لهذا طبيعه الحال حنا دابا كنمشيو بيان سيغ اسيدي على حنايا هاد الاطر الصحيه اللي كنطلبوا منها تواجه واحد الوباء عالمي واللي هز كي تنقولوا واحد المستشفيات عالميه وصحه عالميه ودول كبيره وعلى قدها ومؤهله حنا راه الصحه عندنا على قد الحال دونك انت حتى هذوك الاطر اللي راجين فيهم خير راه كتهلكهم وكتعطيهم كتخدمهم اكثر من جهدهم اش بقي غيعطيوك ما عندهم ما يعطيوك وقفتيهم على جهدهم شكرا لك لاله مرحبا العموم كما تشوفوا هنا هذه وقفه احتجاجيه للاطر التمريض الطبيه بالمستشفى الاقليمي تيتاوى باين استنكاري اللي تي يعني تيضم مجموعه ديال المطالب من بينها واخا لاله مرحبا الطبلة ديال السبيطار مستعملها السيد المدير في دارو باش يتبلونجاو عليها وليداته هذه راه قناة يوتيوب حنا ما تنخبيو حد قناة يوتيوب على قدها دايرها وكتبلونجي كتبلونجي في كذا كان وظيفي لبنا السيد المدير في بيسين العلم لله كيفاش تبنى داك البيسين والما ديالو منين تيجي والضو ديالو منين تيجي ما عرفناش المهم هذه راه طبلت لاصال دا كوشمو هذه راه الطبله اللي تيولدوا عليها العيالات تهرسات دا السيد المدير تتقز منها بنتو كدير بلونجوار هاي مستملحات على العموم كما شاهدوا معنا من خلال هذا المباشر يعني الاطار الطبي اللي وضحت لنا من خلال الصوره يعني استغلال يعني السرير ديال الكوشمو يعني ديال الولاده المدير الاقليمي يعني عفوا في لابيسين يعني المسبح ديالو الخاص هنا بالاقامه الخاصه ديالو في المستشفى العموم هذه الاطر الطبيه اللي تتمدد من ضعف وطرد الخدمات الطبيه المقدمه بالمستشفى الاقليمي محمد السادس ومنه الى باقي المستشفيات بالاقليم غياب الاليات التواصل المؤسساتي سوء التدبير المرفقي ما انعكس سلبا على الخدمات الصحيه الغياب التواصل غير المبرر لبعض الاطباء الاطر يعني وحرصا منا على اليات الحوار والوساطه لتجاوز كل الاشكاليات المطروحه الدعوه يعني الجهات المسؤوله للتدخل الفوري لتصحيح الاختلالات القائمه وفتح بحث التحقيق يعني التحقيق في اطار المبدا الدستوري ربط المسؤوليه بالمحاسبه كذلك انه المشرفه يعني الجهات الجهات المسؤوله على القطاع يعني هذه الطرديات اللي تعرف المستشفى الاقليمي بالشتاوى ومطالبه السلطه الاقليميه بعقد لقاء مع الهيئات المعنيه والمسؤوله عن القطاع يعني يوقف على هذه الاختلالات اذا على العموم شكرا لكم المتابعين نتمنى ان نكون وصلنا المطالب او مطالب هذه الاطر التمريضيه والطبيه
بهذا المستشفى الاقليمي يعني، وكنتمنى لكم كذلك انكم تبارطاجوا مزيان هذه المطالب ديال هذه الاطر التمريضيه الطبيه المستشفى الاقليمي بالشيشاوة. شكرا لكم وجمعه مباركه للجميع من خلال هذه المباشر. تحياتي لكم متابعينا وشكرا للمتابعه.